alaikum. يوما نهار جديد فلوق جديد باذن الله. اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا دوزتوا عيد مبارك سعيد ان شاء الله، وفرحانين تفرحوا باش بغيتوا ان شاء الله الصحه والسلامه بوليداتكم وعائلاتكم وخوتكم وحبابكم يا ربي ان شاء الله. بون، اليوم انا غادي نخوض واحد المغامره ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. غادي نديكم معايا ودعيوا معايا سيدي ربي يسلكنا على خير وبخير. غادي نمشيو نشوفوا لي بارون ان شاء الله. سلكنا 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 الحمد لله. علاش احبابي غنخوض هاد المغامره؟ لان في الحقيقه نهار اللي خديت الورقه هما كاسبين ليا فيها ذهبا وايابا، غير هي ما عرفت واش يوتيليزابل اون سول فوا ولا بليزيوغ فوا. لان واحد النوبه حبسني واحد الجوندارم في الكاموني نهار اللي وصلت ايه، قال لي هادي لالا تمشي وتجيبها غير مره واحده. ودابا حنا غنمشيو في يد الله ونتمنى سيدي ربي يوصلنا على خير وبخير، وما تكون حتى شي مفاجاه اللي غادي تصدمنا ان شاء الله. ايوا هذا اللي كاين. ايوا نحن في الطريق وهانتوما معنا البحراوي. ايوا نتمنى ان شاء الله ندوزو هاد البراج على خير وبخير يا ربي. طلعي لابافيت ديال كاميراك. هاي ايابا يعني نعم الله يكبر فيك. انا ما فهمتهاش انا، حيت قلت ما استعملتهاش تنستعملها، حيت هو ما سولنيش نهار اش غادي نمشي. لا لا يخطيك، شكرا شكرا، الله يطول عمرك، الله يجازيك بخير، شكرا. الحمد لله. ايوي انا ما نديرو بصح، هذا هو القانون. انا ما فاهمهاش واش مره ولا جوج، لان السيد اللي عطاها لي قال لي لي بيرمانونط مطبوعه على ديس، ولكن علاش موما تيديو غير على داك الطابع نهار اللي تصايبات؟ ما عرفت شكون اللي فينا عنده الصح، ولكن الحمد لله دازت على خير وبخير. عيطي لا عيطي لا تهبط داغي 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 داغي. المهم احنا وصلنا عند لالا ايه، والحمد لله والشكر لله. يلا اهبطنا بالزربة، عمك في البالكون كي لا شفتو طلع علينا يمكن منين كلاكسونيت. يلا حبيبي يلا. خدام ليك. علاش عندو الدراري تما؟ تيخدم في هذا اوديو كونفيرونس. عندو الطابلو.
عنده طابلو تما لا اورديناتور يخدم اوتي كونفيرونس ويلي ويلي باقا مجلجه كندير البوسكه بنتي تنرجع الله يرحمنا اون 30 دوغري ا لومبر شنو هي الفارماسيا مايلو ما كاين لا بوسان لا تعناق لا بقيتم حتى انت بقيتم صافا لاباس عليك كي درتي على خير شمر العزري شمر مدام لي بارون علينا وعليك اولدي ربي يخليك الله يعطيك صحتك جيتي مع الزنوقه ايوا المهم كاينه الحمد لله يا ربي وانا قلت والله تندوز نسلم عليك الله يرضي عليك يلا تبارك الله عليك اولدي تبارك الله عليك ربي يخليك اسمعي بارك الله فيك مسكين غزال العائله كيجي كمان لا بنتي كيجيني في الاسلام هذا خوتي سي مون فارماسيان اللي كاين في الكاموني اللي كنتعامل معاه هادي بلوس دو 4 ans ولد الناس تبارك الله عليه سي مون فارماسيان مون كونسيي الله يرضي عليه جليم بوكو اي جابريسي بوكو اي جي بوكو ديستيم بور لوي والحمد لله كاين الناس وربي تخلق لك عائله من المعارف وصحاب الحمد لله لا 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 يفشو مدينة الكاموني الناس مخبية بالكونفينمون وبالحرارة الخميسات مي بعد نوبه تيكون الكاموني بنتي سخن الخميسات سبحان الله هنا كاين واحد الطبيب ديالي تا هو سي وحده صاحب حبيبي حسين الله يرحمه عبد اللطيف صاحب المدينة أو باطلان اللي هي سيدي على البحراوي أو الكاموني هي باقا ما دخلتش المدار الحضاري باقا تابعة المدار القراوي لأن فيها لي جوندارم وهي سيت اون بوتيت فيل مي إن شاء الله عما قريب غادي تدخل المدار الحضاري هادشي هو اللي كاين باقا مدينة في طور النمو هادي زوبورتينيتي في الحقيقة اللي بغا يستقر فيها لأن باقي الأراضي شوية شوية واخا ماشي بحال الأول
مي باقي الثمن مناسب والجو ديالها نقي رائع، حيت انا في الحق كنت كنبيع لابارتمون ديالي زعما كتستقر هنا الا بغى الله الساعه تكسات شي شويه يمكن فيها خير، ولكن باقي عندي امل ان شاء الله الا ساعه الله على اساس اني نبيع ونجي بريبار ما روتريت ما بقى والو ان شاء الله الله يسير ونخرج شي شويه على المدينه وضجيج المدينه ونبطو لها منين توحشوها توحشو الصداع. قربنا لتفلت، كاين باراج قدامنا ان شاء الله، ودعيو معنا عاود نسلكو على خير وبخير ان شاء الله يا ربي. يلا توكلنا على الله. دير لا بافيت ديالك. دخلنا مدينة الخميسات على مشارف باراج ديال الشرطة الوطنية. حنا وصلنا لابيلفيل. وانا وياك؟ اييه بنتي. نجيب معنا.